كذلك احتفلت مختلف الجهات الحكومية بإمارة الشارقة بهذا اليوم عبر رفع علم الدولة على سواريها، والذي يعكس تلاحم الشعب والتفافه حول قادته. يوم يتجدد فيه الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة هو 3 نوفمبر، يوم العلم الذي يعبر عن رفعة وشموخ هذا البلد، والذي يتم الاحتفاء به وسط أجواء تسودها مشاعر الوطنية والفخر والاعتزاز بمشاركة كبيرة من دوائر حكومة الشارقة بكوادرها المختلفة. هذا العلم اللي هو يعتبر رمز يوحد شعب دولة الإمارات، وهذا الرمز الذي نفتخر فيه جميعا. العلم يمثلنا الكثير، العلم يمثلنا الانتماء، الولاء، وأيضا يمثلنا الوحدة، ولذلك هذا يوم تاريخي راح نحتفل فيه نحن دائما إن شاء الله، وراح نظل والأجيال القادمة راح تحتفل فيه. جهات حكومية وأكاديمية عدة شاركت في الاحتفال، مثل دائرة التسجيل العقاري ودائرة الطيران المدني وجامعة الشارقة ودائرة شؤون البلديات والزراعة ومؤسسة الشارقة للإعلام وغيرها الكثير. كل احتفل حسب طريقته التي اجتمعت في الأخير على مشاعر واحدة اتجاه العلم الذي يمثل رمز الوحدة تحت ظل دولة قوية أبية. من كل أرض وبدايد شلوا علمها عالي دون زلال. الاحتفالات بيوم العلم امتدت تشمل مختلف الدوائر والجهات الحكومية في المنطقتين الوسطى والشرقية، ومن بينها احتفالات المجالس البلدية في كلباء وخورفكان ودبا الحصن، والتي صاحبتها الأهازيج الشعبية والمشاركات الطلابية لتغرس مفاهيم حب الوطن في نفوس الأجيال المتعاقبة. العلم طبعاً رمز لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا هو فخر للعزم. هذه مناسبة تمثل مفصلاً تاريخياً في حياة كل إماراتي، وهي ذكرى تولي سيدي صاحب السمو رئيس دولة رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي هذه الاحتفالات لتترجم فرحة جميع المواطنين في كل مكان، وترسم أروع اللوحات الوطنية التي يتوحد فيها الجميع تحت علم الدولة الخفاق عالياً. ها هي دولتنا ترفع شعار العز والفخر في كل الميادين، دولة وحكومة وشعب متميز يفخر بكونه إماراتي. لأخبار الدار هدى السالم من جزيرة العلم بإمارة الشارقة.